السلام عليكم يا شباب، هنتكلم عن الكميات. هي الجزء طبعا مش هيبقى، انا هحاول اطول شويه، بس نص ساعه ولا حاجه باذن الله ما يطولش. اللي هو انا هتكلم عن كل جزء مهم، مش عارف ايه الحاجات اللي اتكلم عليها الدكاتره في المحاضره، ممكن تيجي كنظري، اجزاء مهمه، حاجات، افكار، اي حاجه قالها يعني هحاول اقولها ان شاء الله باذن الله ما انساش حاجه. طبعا هتكلم عن العدل والاسرين، ناس مفكرين بعبع وهم سهلين جدا مفيش اي حاجه، تمام. هي الفكره بس ان انا معيش مثلا ايه السؤال النظري كذا، لماذا عمل كذا كذا كذا، اذا الاجابه كذا كذا كذا. هتكلم اللي كان بيتكلموا في المحاضره والحاجات اللي هو قال ليها كده يعني. فاقول محاضره مثلا، احنا خدنا حوالي 6 محاضرات او 7 مثلا، 4 او 5 دكتور حميمي و3 دكتور مجدي بس. المهم يعني، فاول محاضره دي كان دكتور مجدي دخل اتكلم على مثلا، قلت عندنا 3 حاجات مهمه يعني. اول حاجه اللي هو السؤال الشهير اللي انت مثلا اتخرجت، واحد يقول لك لو عندك مساحه ارض 100 متر 4 ادوار تتكلف كام؟ بسرعه كده تحسبها ازاي؟ قال لك تحسبها مثلا، تعرف تقول له ابعاد المبنى ده ايه مثلا، يعني 10 في 10، ف 10 في 10 دي تفترض يعني ان سمك البلاطه 25 سم، طول 10 في 10 في بوينت 2 5 25 سم حتى لو سوليد سلاب، يبقى 10 في 10 في بوينت 2 5 جبت مساحه الدور بعمدانه، بوينت 2 5 دي بعمدان القمارات. طب هم 4 ادوار تضرب في 4، يبقى انت كده جبت مساحه الخرسانات، تمام. ناقصك مين؟ القواعد. انت جبت قواعد وكده جبت 4 ادوار، كل حاجه ناقصك القواعد. قال لك لو من 3 ادوار ل4 بتاخدها دور، لو من 5 ل7 بتاخدها دورين، لو اكتر من 7 بتاخدها ليبش. طالما ليبش يبقى ده بتاخد مساحه الارض في الارتفاع بتاعها. ارتفاعها قال لك بتفرض ان لكل دور 10 سم، يعني 7 ادوار تبقى 70 سم، 8 ادوار يبقى 80 سم، وهكذا. جبت مساحه الخرسانات، انت عايز تجيب له فلوق والراجل عايز فلوق، والحفر بتاخد المساحه، مساحه الحفر في سعر الحفر بقى، بتاكل السعر اللي انت بتسال عليه، تقول انت في المنطقه بتاعتك السعر قد ايه وكده يعني. لكن انت جبت مساحه الخرسانات دي، بتفترض ان الحديد من 100 ل 150 كيلو جرام لكل متر مربع، فتضرب المساحه دي في 100 ل 150، جبت مساحه جبت وزن الحديد، تعرف كم طن، تقول له انت هتحتاج حديد بكذا طن. تشوف بقى المصنعيه بكام في المتر، الرمله بتاخد نص في المساحه، يعني نص متر مكعب لكل متر مربع. انت عندك 20 متر مربع في نص، وهتحتاج 10 متر مكعب رمل، وانت 8 زلط والاسمنت 7 شكاير في المتر، انت عندك 50 متر، يبقى 7 في 50 جبت كذا. يبقى كده جبت الاسمنت 7 في 50، هتعرف تقول له سعر الاسمنت كام، هتعرف تقول له انت محتاج رمله قد ايه ومحتاج زلط قد ايه وهكذا. ده سؤال هيتكلم عليه الدكتور بسرعه يعني، وهيفيدك يعني نفسك يعني. بعد كده اتكلم على ايه الفرق بين المهندس المالك ومهندس المهندس المالك اكيد اللي هو بيشتغل مع المالك وبيحاول ان هو يحسب الحاجه هندسيا كما هي معموله. المقاول ده تبع الشركه اللي جايه وبيشتغل ان هو يحسب كل حاجه كما هي تنفذ. انا هعمل القواعد يبقى هحفر، انا هعمل خرسانات ففي هالك عندي الخرسانه اللي جايه بتقل ومش عارف ايه والحاجات دي، بعمل حديد فالحديد هو هو طبعا. لا الحديد مش هو هو برضه، الحديد هو بيعمل حسابه ان في هالك، ان هالك متر ونص متر وحاجات زي دي يعني. المهندس المكتب الفني ده المهندس اللي هو بيعمل مسؤول عن الحص عموما وعن التنفيذات والحاجات زي كده يعني. بعد كده بيقول لك في سؤال كده، بيقول لك ليه المقايسه بتاعت الحفر والرد بنحطهم مع بعض؟ لان هم ليهم علاقه مع بعض في نتائج الحفر، نتائج الحفر ده ممكن نستخدمه في الرد. بعد كده وصف مواصفات الخرسانه، والوصف بقى بتاع وصف البند ده اللي هو البي دي اف اللي انا كنت بعته، مش كل حاجه اقعد اقول عليها يعني. وصف الخرسانه عارفين بنعزمينها ازاي وهكذا. بعد كده قال لك لما اجي اعمل احصر الدور متر متر مكعب، هيفرق الدور 100 متر مكعب لو 75 عمدان و25 بلاطات، غير خالص مختلفه تماما لو 50 عمدان و50 بلاطات. وليه بتفرق؟ عشان كل بند ليه سعر، يعني سعر البلاطه غير سعر العمود، تمام. طبعا انا معروف ان انا لو شغال مهندس مع المالك بحاول اوفر بقدر الامكان، او اوفر على الاخر، لو انا مع المقاول بحسب اي حاجه هتيجي قدامي عادي بس. وفي سؤال مهم بيجي لك في الانترفيوهات، ان هو يقول لك ايه نسبه الحديد في العنصر ده، او على ده تعمل نسبه الحديد فيها قد ايه يعني، 100 كيلو جرام لكل متر مربع، 50 كيلو جرام لكل كده يعني. بعد كده تاني محاضره دخلنا دكتور حمامي، تمام، واتكلم عن الحفر وحصر المالك والمقاول، وقلنا المالك والمقاول، وقلنا الفرق بين المالك والمقاول ان ده بياخد في اعتباره التنفيذ، وتصنيف التربه برده موجود في الوصف عادي بتاع البند. والعاديه طبعا كنا فاكرين العاديه دي لو اكبر من 30 سم بناخدها كحجم، يعني مساحه في طب خدناها كمربع يبقى اقل من 30، تكتبها في الوسط تقول بالمتر المسطح عمل خرسانه عاديه زائد سمك كذا، لكن لو مكعب ما تكتبش زائد سمك كذا. بعد كده ليه بنفصل الاعمده والبلاطات؟ قلنا ليه بنفصل المنشات عن بعضها؟ عشان كل عنصر ليه سعر لوحده، تمام. بعد كده البند بيتقسم، كل ده اسعيره ومش عارفين مقايسه، ونوع التربه برضه بيفرق في حساب التشغيل وهكذا.
بعد كده الردم بيقول لك توصفه ازاي، قاعد يتكلم عن الردم توصفه ازاي، وطبعا مكتوبه في البدايه. لو عندك برضو عشان فهمت لسه في السؤال ده، الحائط السندي يتحصر ازاي كخرسانه؟ اي حاجه كخرسانه حجم، عندك حائط سند طوله 5 متر جوه مثلا، او لافف حوالين المبنى زي اللي كان موجود في الميد تيرم، لافف حوالين المبنى، فخد محيط المبنى اللي هو ال زائد ال زائد ال زائد ال اربع ابعاد يعني، لو مربع 4 ال وهكذا يعني، دول ده كده طوله. في ارتفاعه خد الارتفاع كله، يعني كان في الامتحان 2 بدروم، خد ارتفاع 2 بدروم مره واحده، هي كلها حيطه واحده، ده ارتفاعه في السمك بس، خلصت ما فيهاش اي حاجه يعني. بعد كده في التانك بقى حوار الردم، لما كنت بقول الردم مش دايما مساوي لما تيجي تحسب الردم مش دايما مساوي الحفر ناقص الخرسانات. ليه؟ زي في الميد تيرم برضه، انت كان عندك 2 بدروم هتخرج الخرسانات وتعمل تخصمها، انت كده ردمت البدروم اصلا. فبتروح تعمل ايه مثلا في الحاجه دي كده مثلا، او تانك مثلا يعني، لو في تانك بتيجي خصم الميه، يعني في التانك تاخد ناقص الخرسانات ناقص الميه، الميه مش هتردمها. تمام. في البدروم مثلا بتشوفه بيقول لك هنردم لحد ما تسوي 2.5 متر، تروح تاخد كل الحاجات اللي تحت النص متر اللي هتتردم كلها ما عدا يعني، تاخد حفر الحفر ناقص الخرسانات اللي تحت بس، اللي تحت النص متر دي يعني، من الاخر تشوف اللي انت هتردمه وتحسبه، ما تروحش تحس تقص تطرح الخرسانات كلها وانت كده ردمت كل حاجه يعني. بس يعني ده حوار، عشان برضه مرة تانية الردم مش دايما مساوي حفر ناقص خرسانات. شوف انت المنشور قدامك ايه، تانك هيبقى الحفر ناقص الخرسانات ناقص الميه. طب بدروم روح شوف تحت المتر ده في ايه، في 100 يبقى مش هنحفر ال 100 دي، يعني هتاخد الحجم اللي تحت ده اللي هو المتر اللي تحت الارض، وليكن مثلا بناء 10 في 10 يبقى 10 في 10 في متر، هردم كل ده ناقص بقى هشوف تحت في المتر ده في ايه، 100 خرسانات عاديه خرسانات مسلحه اطرح. بس بعد كده المحاضرة التالتة دخل دكتور مجدي واتكلم عن ازاي ايه الفرق بين البنود والمواصفة والخرسانة وازاي المقايسة والحاجات دي. كان بيتكلم عن حاجة اللي هي الفرق بين المقايسة والمواصفة. المقايسة دي هي بتوصف البند كمجمل كده، بتتكتب في الآخر اللي هو مثلا هي عمدان الدور الأول مش عارف ايه وهكذا. طب ايه الفرق بين المواصفة؟ المواصفة بتوصف وصف دقيق، إن أنا هستخدم خرسانة كذا وهستخدم عن طريق كذا يعني جاهزة ولا عادية وكل حاجة يعني في أي بند بقى. وقال لك ان الخوازيق بنوصفها بالعدد او الطول، طالما هنوصفها بالعدد والطول مش هنذكر قطرها ولا تسليحها، يبقى اكتبهم في الوصف يعني، اقول عمل خوازيق ذات قطر كذا وتسليح كذا على ارتفاع كذا، اي كلام يعني في الوصف. تمام. بعد كده استعمال الخرسانة اللي مش عارف ايه، والنوع الاسمنت المذكور في الوصف مش عارف ايه، والعمود قال لك بناخده من فين لفين، ده في الحصر يعني عادي زي ما احنا بنحسبه. ويفضل طبعا ان كل حاجه للسكاشن السنه دي، لان في حاجات متغيره جديده على السنين اللي قبل كده. طبعا في الحديد مش متغيره قوي، اللي متغيره في الخرسانات مش متغيره خالص، الحديد لازم تراجعوه من الثلاث بديفات بتوع السكاشن، متغيره جدا يعني، هي كل الاسياخ في الاخر يعني. يعني احنا دلوقتي يعتبر خلصنا الخرسانات، انت عندك في الخرسانات ايه بقى عشان كان بيسال؟ عندك حفر وعندك رد، بعد كده عندك خرسانة عادية، بعد كده خرسانة مسلحة، بعد كده مية، بعد كده عمدان، كده أسقف وكمرات، كل دول زي السنين اللي فاتت عادي مفيهمش حاجة، وأي أي حجم حاجة طول في عرض في ارتفاع، الفكرة إنك تعرف تجيبهم إزاي يعني مش أكتر يعني. يعني في القواعد والحاجات دي طول في عرض وارتفاع أصلا بيبقوا جيفن، تضربهم في العدد وخلصت يعني. هي الفكرة في الكمرات بس فيها شوية حاجات كده بالبلاطات، بص عليهم عادي يعني مفيهمش أي حاجة يعني. بعد كده محاضرات بقى دكتور احمد اللي بتاع السيل كان بيخش يتكلم عن تفريد الحديد، يعني ازاي تفرده، ازاي تعمل شوب دروينج، هي تانية مدني اللي احنا كنا واخدينها الكاميرات والحاجات دي. كان بيتكلم بقى الكود بيقول لك يعني مثلا حاجه زي كده مثلا، كان الحاجات دي بقى الحديد ده لازم تبص على السكاشن يعني، الحاجات دي ما كانتش السنه اللي فاتت مثلا، زي مثلا اشاره العمود، اشاره العمود بتبقى نازله كده وداخله كده. قعد بقى يتكلم ان الكود بيقول لك خد البعد ده ببعد معين، بقعد اقول لك لازم يبقى 15 الفاي. تمام. الكود بقى الحاجات دي وتاخده من هنا يعني، باقي الحاجات يعني حاجه زي كده يقول عليها الكود مثلا، الكود يقول لك لما تيجي تلف الكانه بتلف كده، قال لك ان الكود بيقول لك الحتت دي 14 فاي 14 فاي. زمان بقى كنا بناخد المحيط خلصت، كنا بنعدي حاجات كتير، فالحاجات دي مهم تعرفها وانت بتحصر في الحديد يعني، عشان الدكتور اتكلم عليها. واتكلم بقى على حاجات عموميه، مثلا ايه مثلا كان بيقول لك في القواعد ان لازم رجل الكرسي ما تسندش على الشده الخشبيه، لازم تسند على الفرش والغطا بتوع القعده، طب سندته على القعده على الشده الخشبيه يبقى هو ساند على الارض ملوش لازمه يعني.
بيقول لك يفضل في ده حاجات ليك في التنفيذ، ان يفضل وضع الكرسي ده عند العمدان عشان بيساعد في البنشنج بصوره غير مباشره يعني. كان في حاجه كده بقى، طب قبل الحاجه دي كان بيقول لك في الهالك، الهالك يفرق القطر. يعني ايه يفرق القطر؟ يعني انت لو عندك 3 متر فاي 22 هالك، دول ما لهمش اي لازمه هيترموا. 3 متر فاي 22 ملوش لازمه، ما مش هتستخدمه في اي حاجه. طب عندك متر واحد فاي 10، لا ده مهم جدا جدا جدا، ممكن تعمل بيه كراسي، ممكن تعمل بيه اريا سيمينيوم في السلالم، ممكن تعمل بيه بتاع الحرف ال. يعني في فرق قطر يفرق الهالك بتاعه. تمام. كان في حاجه كده كان قاعد يتكلم عليها شويه، اللي هي الكود بيوصف الحديد ده نوعه ايه. يعني ايه نوعه ايه؟ هنعرف كل شويه. يعني الكود بيكتب الحديد، يعني مثلا بيبقى مكتوب كده، تلاقي على السيخ الحديد في ورقه بتجيلك مكتوب على الحديد كذا كذا سي دبليو ار. هنعرف كل حاجه دلوقتي. اول حاجه بي ده يعني اللي هو التسليح يعني. بعد كده بيكتب لك الاف فيلد بتاع الحديد، وليكن 360 250 اي رقم. تمام. بعد كده في رمزين، يا اما سي يا اما تلاقي مكتوب سي يا اما دي. دي بتعبر عن الدكتيليتي، الدكتيليتي. ودي ده يعني، يعني السيخ ده ينفع في الزلازل، مسموح بيه في الزلازل. سي ما يسم... مسموح بيه في الزلازل. تمام. يبقى البي ده السيخ عادي يعني. بعد كده تلاقي الرقم، والرقم ده الاف فيلد. بعد كده في علامتين، يا سي يا دي. يعني السيخ هي مكتوب عليه يا سي يا دي. سي يعني دي بتدل على الدكتيليتي، دي ينفع في الزلازل، السي ما ينفعش. بعد كده تلاقي يا حرف الدبليو يا ما تلاقيش حاجه مكتوبه اصلا. الدبليو ده ده اللحام، ده الولد يعني اللحام. يعني السيخ ده يسمح بلحامه او ما يسمحش. تمام. واخيرا في حاجه يا الار يا البي، وده اللي هي نوع الحديد اللي هو يا مشرشر يا عامله ازاي، يا عامله ازاي الكنال كده. الكنال في كنال كده ملسه خالص، او الحديد العادي اللي هو مشرشر. البي اللي هو الملساه، والار اللي هو المشرشر ده. بس فانت مثلا يعني وليكن على سبيل المثال يقول لك تجي تلاقي في الورقه بتاعتك بي 260 مثلا، دي دبليو، تلاقي عامل لك شرطه كده ار، شرط اللي ملهاش لازمه. البي هو حديد، تعرف ان الاف فيلد 260، دي ده تعرف ان هو مسموح بيه في الزلازل، الدبليو ده تعرف انه ينفع نلحمه، والار ده تعرف انه مشرش. واحده ثانيه مثلا يقول لك بي 360 في السي، مفيش حاجه بعد كده بي. ده انا اعرف انه ان هو سيخ، الفيلد 360 سي يعني مش مسموح منه في في الزلازل. البي يعني امنس. دي كانت نقطة كده اتكلم عليها شوية، يمكن يجيبها يعني، بس انا بقول كل حاجة عليها يعني. يفضل الأقطار ثابتة، معروف بقى ان الكفر بتاع الكاميرا 2.5، البلاطة 2 سنتي، الأواعي 5 سنتي، العمدان 2.5 برضه. بس كده دي كانت المحاضرة خلصت اهي. طبعا انا زي ما قلت الحديد الحصر بتاعه لازم تشوفه من السكاشن بتاع السنة دي، في 3 PDFات اتبعتوا لكل سكشن، بص عليهم كده ازاي بيحسب وازاي بياخد طول. هي اي سيخ طوله عدد، زي تاخد تشوف بياخد طول والعدد، هتلاقي في الكنات العدد مختلف، تلاقي في الحاجات الطول مختلف وحاجات زي كده يعني. تمام. المحاضرة الخامسة برضو كان بيتكلم ازاي تحسب الاطوال اللي هي القواعد والرئاب والحاجات دي، بص عليها في السكاشن عادي، مفيش اي حاجة نظر يتكلم عليها، مفيش اي حاجة. لا اشار العمدان وكل حاجة يعني. اشار العمدان كان بيتكلم يعني ان احنا احيانا بنوصل السيخ بتاع العمود نص نص العمود لو تبع الزلازل يعني، بس قال لك سيبك منها دي وخلينا في العادي. تمام. والمحاضره السادسه برضو هو اخ دخل الحديد، اتكلم عن الكاميرات والسويد سلاب، وشرح مساله مهمه كده كنا جايه، بس اعتقد يعني ما عنديش انا ان شاء الله يعني رايح عليه. مساله كده عباره عن خرسانات يعني، فهي زي تحت زي بتاع الميت كده، اسفل الميت ومش عارف ايه، كان فيها زي حوادث سنديه، كانت شبه بتاعت الميت كده. تمام. وكده التسليح يبقى خلص. في التسليح بقى في ايه مهم مثلا؟ اي حاجه، ايه ده؟ واي تسليح زي ما انا قلت ان هو في الاخر انت عايز تجيب طول الحاجه دي، عايز تجيب طولها والعدد بتاعها عشان تجيب الطول الكلي وتضربه في الوزن، الوزن بتاع الفاي. انت معاك الفاي هتعرف تجيب الوزن المتر الطولي اللي هو بيساوي فاي سكوير على 160. فانت بقى تشوف بقى طول بتاع الخرسانات المسلحه بتاع الميت، كل ده موجود في ملازم في الورق اللي انا بقول عليه. مش معرفش الملازم نظامها ايه، انا بتكلم على السكاشن. تمام. ده بالنسبه للتسليح. بالنسبه بقى بتاع اللي عامله رعب، العزل. العزل ده سهل جدا يعني، هو شرح بعض الحاجات هنتكلم عليها بقى واحده واحده كده.
بسم الله. في العزل اول حاجة، انت عندك لما تروح تصب القواعد العادية، بنروح نحط تحت القواعد العادية حاجة اسمها إيثيلين، هو اسمه بولي إيثيلين. بولي إيثيلين، تمام. بنروح نحط حاجة اسمها بولي إيثيلين تحت القواعد، ده كده الحاجات ده بتاع كده بتدهن على السخن كده تحت القواعد كلها، يعني تحت أي قاعدة عادية، مش خلاص مش مسلحة. فحسابه بيبقى عامل ازاي؟ طبعا لو مش هتعمل قواعد عادية هيبقى تحت القاعدة المسلحة، بديهي يعني. بنروح نحسبه ازاي؟ لو دي مثلا، تعال نفترض ان دي القاعدة العادية، فأبعادها هنقول A في B، دول بتوع القاعدة العادية، وطبعا ليها سمك T، تمام؟ يعني دي القاعدة العادية، تمام؟ يا ريت تبقى واضحة 3D. فبنروح ندهن ايه؟ بندهن القاعدة من تحت، والوش ده، والوش اللي هو من الناحية دي، والوش ده، والوش ده. وطبعا اي عزل بيتحصر بالمتر المسطح، تقول له بالمتر المسطح لزون كذا كذا، وبرده وصف بند العزل موجود في الايه، في العزل اللي هو كان بعد، طب ان انا بعته يعني اللي هو بتاع العزل. فمثلا عايز احصر بالمتر المسطح، يبقى اي حاجه انا هجيبها اريا، يبقى احنا قلنا نحزن الاريا من تحت اللي هو الابعاد من تحت اللي هي اف بي، تمام. يبقى انا كده جبت اول حاجه من تحت، واللي جناب اللي هي مثلا بي، ونفترض سمك القاعده العاديه ده تي، يبقى بي في التي في 2، واحد من الناحية دي واحد من الناحية دي، زائد ال A اللي هو البعد الثاني في التي في 2. يبقى أنا كده حصرت بولي إسلين لكل، طبعا لو كذا قاعدة عادية نضربهم في عدد، نشوف كذا كم قاعدة ونحسب لهم بولي إسلين. طب لو كانت قاعدة واحدة مثلا عادية اللي هي اللي بنسميها اللبشة دي، يبقى إف بي كلها وناخد الطرفين ونعملها نفس الحوار ده، يعني على حسب هما كام قاعدة، يعني لو قاعدة تحت كل قاعدة مسلحة يبقى نعمل كل قاعدة بتاعتها، نشوف طبعا العدد وكده يعني، تمام. تاني حاجة، بعد ما صممنا الخرسانة وبتاع، بنروح نعزل الخرسانات ورقاب الأعمدة، تمام، بحاجة اسمها ده اسمه دهان بارد. لحظة واحدة كده، دهان بتونين على البارد، تمام. تاني حاجه بنروح ندهن اللي قلنا القاعده الخرسانيه، القاعده الخرسانيه هنشوف ايه اللي بندهنه وبنحسبه ازاي. دهان بتونين على البارد ده بيدهن للقواعد القاعده الخرسانيه ورقبه العمدان على البارد، تمام. هنفترض ان احنا معانا قاعده خرسانيه كده اهو، وادي نازله كده السمك كده كده، وعندنا عمود اهو وطالع لفوق كده عادي، تمام. ابعاد العمود مثلا اف بي، اف بي سمول، وابعاد القاعده العاديه اف بي كابيتال، تمام، وسمك الخرسانيه دي، وابعاد العمود اف بي، تمام. فعايزين ندهن برضو هنا، خلاص بقى الخرسانه المسلحه من تحت مش باينه، فبندهن اول حاجه الوش بتاع الخرسانه من فوق. وش الخرسانه من فوق ده اللي هو ايه؟ احنا قلنا اي حاجه بالمتر المسطح، اريا الايه في البي ناقص ابعاد العمود، ناقص قله العمود. ما لو بصيت من فوق كده هتلاقي نفسك مش عارف تدهن مكان العمود ده، خلاص ما العمود خد مكان، يبقى الاي في البي ناقص اي في البي، كده انا دهنت الحته دي، تمام، زائد الوش الاوشاش بتاع الخرسانه، الوش ده والوش ده، ومن الناحيه الثانيه الوش ده، ومن الناحيه دي الوش ده، يبقى انا زي اللي فوق بتاعت القاعده العاديه اللي هي البي في الدي في 2، زائد الاي في الدي في 2 برضه، اللي هو وش من هنا ووش من هنا. يبقى أول حاجة عملنا الوش من فوق، تاني حاجة عملنا الإجناب بتاع القاعدة الخرسانية، بعد كده نعمل إيه؟ إجناب العمود. إجناب العمود اللي هو مين؟ اللي أنت عندك إيه في 2 اللي هو المحيط بتاع العمود في ارتفاع معين، الارتفاع ده اللي هو مين؟ الزد، فاكر الزد اللي هو رقبة العمود، بس بنزود عليها 20 سم. يبقى نروح ناخد الـ A في العمود اللي هو المحيط بتاع العمود، يعني لو 40 في 40 يبقى 4 في 4. جبت المحيط بتاع العمود ضربته في ارتفاع يعني بنعزل ارتفاع معين اللي هو ارتفاع اللي هو ارتفاعه زد زائد 20 سم، بنرفع عن رقبة العمود 20 سم، تمام. يبقى كده انا عزلت الحاجات دي.
بعد كده، ولازم بقولك تعملها 3 طبقات فوق بعض عمودين على بعض، مش كل ده موجود في الوصف بقى اللي بيتكتب في الوصف. بعد كده عندنا حاجة اسمها الممبرين. الممبرين ده بيبقى زي يعني زي فرشة كده، يعني مفروش كده، حاجات مفروشة كده وليها عرض معين مثلا متر ونص ولا حاجة، وتيجي عشان تركب 2 جنب بعض بتعمل زي ركوب مثلا 20 سم على فوقيها، يعني تخلي السجادتين جنب بعض كده وكل سجادة 2 متر، عشان تفرش الاتنين على بعض لازم تعمل ركوب فوق بعض كده. فانت بتحصرها ازاي برضو؟ دي بقى بتعمل يعني في ممبرين رأسي يعني للحاجات الرأسية، زي مثلا حيطة خزان، تمام؟ وليكن ده خزان مثلا، خلينا نوريك تاني بقى، تمام؟ فبيتعمل الممبرين الرأسي ده أو ممبرين أفقي هنا، هو لو ألواح جنب بعضها كده وفي ركوب 20 سم ولا حاجة، وده لوح واحد بيبقى واقف بقى، يعني اللوح يبقى واقف عليك كده، يبقى واقف قدامك كده، ولوح جنبيه بقى من الناحية التانية، ولوح 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 لحد ما تغطي الحيطة كلها. طب أنا عشان أعمل الركوب ده يتكتب في المواصف، لكن أنا هحصرها عادي كمساحة مسطحة برضه، ما فيش أسهل من كده. مثلا وليكن أنا معايا ده بلان، لو أنا أبص على البلان من بتاع التانك، تمام؟ معايا أبعاد الحيطة دي اف بي، وليكن 5 في 6، أي حاجة بقى. طبعا هو أي أبعاد، أي تسليق، أي حاجة وديلك جيفن، ما تفكرش إن هو ده هخترع، هو هيديهولك. فأنا عايز أعمل الممبرين الرأس، الممبرين الرأس قلنا للحوائط دي. وطبعا احنا عارفين مثلا بيبقى فيها عاديه كده، فاحنا الممبرين الرأس ده علشان نبقى عارفين احنا بنحصله، الممبرين الرأس ده بيبقى نازل كده، لازم يخش بحته صغيره كده، يعني بيبقى نازل يخش على العاده العاديه كده، وهنعرف الحته دي ابعادها قد ايه دلوقتي. يبقى انا عشان اجيب بالنسبه للحيطه هقول ال A في ال B، ال A زائد ال B في 2، يعني ده 4 عشان اجيب المحيط، اللي هو الحته دي الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي، دي ابعاد مين؟ ابعاد المحيط التاني في الاتش في ارتفاع التانك. يبقى انا كده جبت ايه؟ الحته الراسيه. طب الحته الافقيه دي بيقول لك ناخدها ازاي؟ انت عايز برضو اريا، عشان تجيب اريا ده سهله، يعني انت عايز تجيب الاريا من زي دي، بنفترض ان هو زاد 20 سم زي بقى القاعده العاديه زي ما كنا بنعملها في التانك كده، اللي هو انت هتقول ايه زائد بوينت 2 في بي زائد بوينت 2، يبقى انت ضربت A زائد بوينت 2 في، جبت المساحة الكبيرة اطرح منها المساحة الأصلية اللي هي A في B، يبقى انت جبت الرقم ده اجمع على الرقم ده، انت جبت الممبرين الرأس لأي حيطة بقى، مديك حيطة بقى تلاقي ريتينج وول مش عارف ايه، أي ريتينج وول هات المساحة السطحية بتاعت ريتينج وول بقى، مفيش 4 فهتقول الارتفاع في الطول بتاعها بس زائد 20 سم اللي احنا قلنا عليهم تحت دول، لو ريتينج وول فيبقى 20 سم جنب واحد فهتقول ال 20 سم اللي هو العرض في الطول بس، يبقى جبت الراس. طب افقي زي الحته دي مثلا هتقول اف في وخلاص، ما فيش اي حاجه اللي هو مساحه التانك. ده هيفرق كان سقف وبلان وقال لك عايز اعمل عزل ممبرين افقي اللي انا بقول عليه ده، هتقول برضو اف بي ابعاد البلان كله، تمام؟ اريا طالما عزل يبقى اريا بس، ده الممبرين الراس والممبرين الافقي. اخر حاجه في في البتاع ده مادة الايبوكس، مادة الايبوكس دي بتتعمل في التانك عشان هو فيه ميه مش عارف ايه وبتاع، برضه بتتعمل بالمتر المطب، المتر المسطح. اخر حاجة الووتر ستوب، دي حاجة كده بتتعمل تفصل الميه مش عارف ايه، بتتحط في قلب الحيطة هنا كده، مكانها في الحيطة من جوه هنا كده. فهو يقول لك انا عامل ووتر ستوب طوله 5 متر، يبقى الحصر بتاعها قد ايه؟ 5 متر، هي بتتحصر بالطول يعني بالمتر الطولي. وده بقى فيها شوية حصر، شوية وصف بند برضه، انا مش فاكر لو حد فكرني بس انا بعت بي دي اف العزل او لا، عشان مش فاكر انا بعته او لا، انا كنت بعت ساعه 100 تيرم بي دي اف للحفر والخرسانات اللي هو الوصف البند ده، انا هو بعت واحد للعزل برضه اللي هو في وصف البند اللي هو 6 بنود اللي انا قلت عليهم دول، تمام؟ طبعا انت في الامتحان مش لازم يجي لك 6 بنود، ممكن يجي لك يقول لك اعمل لي بولي سيلين بس، يقول لك اعمل لي دهان بالبرد بس كده يعني، تمام؟ ده كده العزل بس، مفيش حاجه تاني في العزل. للستيل بقى ابسط من البساطه، الستيل ده ما لذيذ بس هو ما اتكلمش عنه خالص في محاضره المراجعه، فهنقول ببساطه كده ادي نيتو. انت مثلا يعني وليكن جاب لك مصنع عمود اي بي اي وكاميرات ومش عارف ايه وسكندري بيم وكلينتراك جردر وملايين الملايين بكل سهوله، يقول لك مثلا العمود ده وهم مثلا انت هتشوفهم، تمام؟ هتلاقيهم مثلا وليكن 7 عمدان ولا حاجه، تمام؟ وهنا 7 يبقى 14 عمود، هيقول لك اي بي اي 600 بكل سهوله من الجدول، اكيد الجدول هيبقى جيفن او اي حاجه، هيجي يقول لك وزن العمود الاي بي اي 600 ده وليكن 30 كيلو جرام لكل متر،
عايز تحصر العمدان، يبقى انت هتجيب طول كل العمدان او طول العمود ارتفاعه وليكن 9 متر، يبقى العمود الواحد طوله 9 متر في 14 عمود في المسألة دي، يبقى جبت طول المتر اضربه في الوزن المتر الطول، بس خلص العمدان. كمرات ليه كاميرا زي دي اتش اي بي 400، هيقول لك الاتش اي بي 400 وزنها في المتر الطولي كذا، راح اشوف الكاميرا دي وليكن طولها 5 متر وفي مثلا زيها 10 كاميرات وتحتهم 10 يبقى 20 وجنبهم الناحيه الثانيه 20 يبقى 40، هتعد بقى 45 جبت الطول اضربه في الوزن خلصت. هو ده الستيل يعني، حصل الستيل ما فيهوش اي حاجه، ده اللي هو اصلا ما اتكلمش عليه اصلا. فالدكتور كان في بتاعه الستيل دي كان عمال يرغي رغي غير عادي يعني، اللي عمال يقول لك انت اصلا لما تيجي تشتغل وانت بتصمم، كان بيتكلم على الديزاين يعني، ممكن تقول اي بي 400 ما تلاقوش موجود في الموقع فتعيد الديزاين. كان بيتكلم برضه عن حاجه ان الحديد ده مش لازم اللي هو الحديد اللي انا بقول عليه ده، في حديد تاني اللي هو في المباني اللي هو الشبابيك التندات البتاع بتاع السلم، الحاجات دي كلها بتتحسب بالمتر الطولي. مثلا عندك 5 شبابيك كل واحد 3 متر فانت تقول له عندي 15 متر شبابيك او بالعدد، بس لما تقول له عندي 5 شبابيك لازم في الوصف تقول له انت عندك الشباك كام في كام وعايزه ازاي وكده يعني. فبقول لك لازم في طول الستيل، بتكلم بقى شويه النظر اللي كان بيتكلم عليهم، كان بيقول لك لازم انت تعمل الستيل مش عارف ايه، ولازم طول الستيل تفرق معاك كسبان الكاميرا عشان الجلفان، ولازم اختبارات اللحام طبعا، في حاجه اسمها المجمعه العشريه دي اللي بتقبل اللحام او لا. لكن اخر حاجه دي نقطه كانت مش عارف هي مهمه شويه ولا لا، ممكن نجيبها، اللي هو ازاي بتصنف البتاع ده على حسب 4 حاجات، نوع المنشا بتاع الستيل ده هو كباري ولا مبنى ولا نوع ايه يعني، ولا هنجر ولا ايه يعني. تمام، يبقى نوع المنشأ. تاني حاجة طبيعة التجميع، طبيعة التجميع بمسامير ولا بالحام ولا ببرشام برشم السيل في بعضه. تمام، تالت حاجة نوع الصلب، الفيلد 360 520 مش عارف 540 تقريبا كده يعني. وأخيرا شكل القطاع، ده عامله هوت رول، ده عامله بيلت أب مش عارف ايه كده يعني. كده يبقى السيل خلص، كده يبقى أنا خلص. جه الدكتور عمل محاضرة المراجعة، تمام، محاضرة المراجعة دي قاعد يتكلم على شويه حاجات انا قلت عليهم. طلع عشان بس السؤال الغريب اللي الناس بتقول عليه، انا قلت 3 اسئله ب10 درجات وسؤال ب15 وسؤال ب5 النظري وفي 5 بونص. تمام، الامتحان في نفس الورقه ولازم تتاكد من 10 ورقات، بس ما تقلقش يعني، وهيبقى 6 اسئله زي ما قلنا، والخرسانه تحصلها في الجدول بتاعها ولا حاجه، لازم تعمل شغل دلوقتي. الفيدر مسيك مثلا بقى، اللي بيقولوا الفيدر مسيك وليكن مثلا، هو في واحد قال واحده منهم مثلا عندك سولف سلايب، تمام، ودي الكاميرا ودي الكاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا، تمام، رحت بقى عملت الحديد السفلي كده وصلته في نص البحر، ده غلط يعني، ما يتفضلش يا يعني، اما تعمل ان دي او حاجه زي كده، بس بحاول افتكر اي فيدر مستيك اللي هو رسم رسمه مش طبيعيه. فانت رحت حصرت الصيغ ده وحصرت الصيغ اهو، بالنسبه لي انت رسم رسمه غلط اصلا يعني، ممكن يعديها لك وبيهت وخلاص ومحمد، بس ممكن الدكتور يعني بيرعبك، بس هو في الاخر هيعديها يعني. فالمهم تركز بس في تشوف درونج وانت بترسمه خط وترسمه على الرسمه اللي هو مديها لك يعني، مش عايزك ترسم الرسمه ثانيه ولا حاجه، والدنيا سهله يعني ان شاء الله. تعال نفتكر بقى واحده واحده. اول حاجه هو في المحاضره اقول الافكار اللي هو اللي عليها. اول حاجه رسم بلان عادي كده كده، رسمه عن طريق حاجتين طبعا، طالما في هنا تهشير ده معناه ان ده حمام، حمام معناه انك لما تيجي اسم التسليح ده تسليحه كده وكده يعني، الحديد بتاعه مش هيخش جوه البلان التاني، اكنها سمبل بيم وجنبها سمبل دي. هتفرق ايه؟ تفرق لو كانت مثلا دي كده كده تحتيها بلاطه من الناحيه دي، فمن بالنسبه لدي سمبل اهي زي ما انا رسمت، لكن دي بقى تبقى كونتينيوس. تبقى كونتينيوس ازاي؟ انا هرسمك انها راس، هتبقى كده والحديد التاني ده بيخش جوه الكاميرا وبيعدي الناحيه التانيه، والكنت البتاع ده بيمد كده ويخش جوه البلاطه الثانيه وكده يعني، في فرق يعني، الاثنين جنب بعض سيمبل، فبيبقى كل ده كل واحد منفصل بذاته. تمام، بعد ما عمل البلان بتاع السوليد سلاب اتكلم عن كان بيقول لك ممكن مثلا يجيب لك رسمه كده بلان ويقول لك مثلا دي زائد منسوبها مثلا يعني 1.5 بلاطه يعني، دي كاميرا بلاطه جنبها من الناحيه الثانيه منسوبها 90 سم زي 9، ممكن دي تبقى 4 ودي 3.6، المهم يعني بيقول لك ارسم لي الشكل ده في الاليفيجن. في الاليفيجن يبقى انا هبص اشوف الكاميرا من هنا، تمام، شفت الكاميرا
وشوف ده على منسوب 1.5، البلاطة على منسوب 1.5، والبلاطة التانية على منسوب 0.9، تمام؟ وليكن ده البوينت 9، البوينت 9 ده من فوق، تمام؟ يعني وش البلاطة من فوق. يقول لك السيكنس بتاع دي مثلا 12 والسيكنس بتاع دي 14، فعايز ابعاد الكاميرا. ممكن ابعاد الكاميرا يعني لو قال لك حصر اي حاجه مش هتفرق، تحصر دي لوحدها ودي لوحدها، هتحصر الكاميرا لوحدها وتحط الحديد بتاع دي والحديد بتاع دي وكده يعني. فابعاد الكاميرا بالشكل ده ممكن تبقى 25 في كام بقى؟ 1.5 ناقص 0.9 يبقى 0.6، زائد سمك البلاطه دي اللي هو 12 سنتي يبقى 0.72، 25 في 72 سنتي. ممكن الكاميرا تبقى اكبر من البلاطات عادي يعني، تبقى نازله تحت كده تبقى 80 سنتي عادي يعني جدا يعني. دي حاجه كان رسمها بابا، انا بقول اي حاجه هو رسمها، انا شو كان هيجيبه ازاي او حاجه، بس حاجه زي دي اتكلم عليها. بعدين اتكلم على حاجه مهمه قوي، مش مهمه قوي بس انا حاسس انه هيجيبها احطها يعني، المناور. المناور لما يجي لك في سوليد سليب مثلا، وبنزل كبير هجيب امتحان سوليد سليب عشان اتكلم على سوليد سليب اكتر، تمام؟ لو عندك اللي هو الرشه اللي احنا كنا عاملينه من شويه ده، ودي بلاطه كده، ودي الكاميرا طبعا اهي، وفي كاميرا هنا بقى، وتخيل ان الخطوط دي كاميرات، وراح رزع لك منور هنا كده، تمام؟ انت مثلا كنت عامل الحديد الرأسي في الاول اهو، كنت عامله فين لو سمحت؟ اه كنت عامل الحديد الرأسي هنا كده مثلا، كان كده وكده اهو، هو سيمبل مفيش حاجة من الناحية التانية. هتروح تجيب الطول ده عادي، وتروح تجيب العدد ده، هتقول مثلا لو 6 في المتر يبقى 6 في الطول ده زائد 1 بادي، تمام؟ هنا بقى هتفرق. ليه بقى؟ لأن قبل المنور الطول هنا اهو كده اللي هو المكسح عادي جدا، تمام؟ هنا بقى الطول هيختلف بقى عند المنور كده يعني، في حاجات تانية هتختلف يعني، دي أول حاجة اختلفت. فهتروح تجيب الطول بتاع السيخ ده وتضربه مثلا 5 في المتر، 5 في الطول ده زائد 1 بادي. تروح تجيب طبعا للعدل وللمكسح، تجيب طوله وتضربه في العدد. هنا تجيب طول ده وتضربه في العدد، العدد مثلا 5 في المتر يبقى 5 في الطول ده اللي هو من اول المنور لحد هنا زائد 1 بادي. ما تزودش 1 بادي بقى، طالما زودت 1 بادي هنا ما تزودش هنا المكسح. يبقى دي اول حاجه اختلفت حتى في الافق يعني، الافق هيبقى هنا غير هنا، الافق هيبقى هنا غير هنا، هيبقى هنا قصير شويه، وده عدده كده وده عدده من هنا لحد المنور، تمام؟ ده بالنسبه لو في منور. طبعا في منور يبقى فيه فواتير، فيبقى راسم لك المنور كده اهو وبقيه البلاطه موجوده، تمام؟ المنور اهو يروح يرسم لك فواتير. الفواتير بتوصل لحد، بتمشي في الطول القصير لحد الكاميرا يعني، لو ده 4 يعني، لو البلان ده 4 5 يبقى الفواتير بيقول لك مثلا 3 في 16، يبقى الـ3 في 16 في الاتجاهين، الاتجاه القصير اللي السيخ بتروح لحد الاخر لحد القمر. طب الطول القصير بتمشي كده وتخش اللي دي يعني، بتمشي من هنا لحد هنا اللي دي. يبقى انت عرفت طول السيخ وليكن 4 متر، وتطرح بقى اللي هي 0.06 والحاجات دي، طوله في العدد بتاعه 3، 3 سيخ. طب الطول بتاع ده وليكن طول المنور ده كان متر، يبقى متر زائد ال دي، ال دي 60 الفار، يبقى متر زائد 60 الفاي، وعددهم 3 سياخ برضه عادي. ده بالنسبه للمنور، هيغير في التسليح وهيحط له تسليح. دي كانت بتاعت المنور. بعدين بقى عشان في حاجه مهمه، ونركز على الحاجات الدائريه، نركز على الحاجات الدائريه عشان كان في كلام في السكشن زمان، بس كان قبل الميد ترم تقريبا، وقال هو عايز يجيب لنا حاجه دائريه في الفاين، تمام؟ فنركز على الدائريه. يعني الدكتور كان بيفكر فيها يعني، وليكن حاجه دايريه زي كده زي السيركلر تانك مثلا. عارف انتوا عاملين تقول ايه؟ واحنا خلصنا تانك ولا رجعنا للتانك تاني؟ المهم يعني الحاجات الدايريه دي احنا عارفين ان في التسليح يا في الخرسانه مش هتفرق، انت عايز تجيب حجم الحيطه هتقول اريتها باي ار سكوير، او لا الحيطه مثلا عشان هي دائريه هتقول 2 باي ار في اتش في التي بتاعتها. طب الأرضية تبقى باي ار سكوير في التي، بس جبت الحجم بتاعها بقى خرسانات كتسليح بقى عشان التسليح اللي فيه لعب شوية. وليكن يعني الأرضية بتاع الخزان، تمام؟ السيخ الدائري بتاع الأرضية ده، فاكر اللي هو بتاع التنشن رينج ده، بتاع الام تنجنشن، السيخ الدائري ده. ممكن بقى، طب بص تعالى نتكلم عن اللي هو اتكلم عليها الأول عشان ما نخشش في الصح. يعني على فكره الدائري سهل يعني، مش برعبكم، بس انا بقول لك انا في الحاجه جت كان جايب مثلا ايه ربع دايره كده، وقال لك في كاميرا زي حيطه كده،
حيطه تمام. فبقول لك سيخ زي ده، السيخ الدائري ده نحصره ازاي؟ احنا عايزين طوله والعدد. فاكرين ان احنا كنا بنحصره بنقول ان هو العدد يعني بيتوزع من ار ايكوال واحد مثلا لار ايكوال ار، وليكن الار دي كانت ب 4 متر يبقى لحد 4 متر. فانا عشان عايز اجيب العدد بتاعه ده سهله، يقول لي 4 في المتر يبقى 4، وهو بيتوزع في كام متر؟ من 1 ل 4 في 3 متر، يبقى 4 في 3 زائد 1 بادي، يبقى انا جبت العدد بتاعه. يا سهل قوي. طب انا عايز اجيب طوله، طوله هو المحيط. طب هنا في مشكله، ان هنا يعني دي دائري، فالمحيط ده غير ده غير ده غير ده، وهو بيتوزع في حته. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك جيب ار افريج، هو بيتوزع بين ار بيساوي 1 لار بيساوي 4، يبقى ار افريج بيساوي 4 زائد 1 على 2 ايكوال 2.5. يبقى الطول بتاعه المحيط 2 باي ار افريج، يبقى جبت طول. بس مفيش اي مشكله يعني. بس طبعا خلي بالك ان هنا دي ار على الاربعه، ان ده يعني الحته دي كانت ربع دايره، فهتروح تقسم الار دي على الاربعه والار دي على الاربعه عشان تجيب الار افريج بس. تمام؟ بس تجيب ار افريج هتقول 1 على 4 زائد 4 على 4 كل ده على 2. لكن في التوزيع عادي، متوزع من 4 ل 1 متوزع في 3 متر. تمام؟ يبقى جبت الار افريج واضطريت 2 باي ار، او بعد ما تجيب الطول اقسمه على 4. بس يعني بص عشان ما تلخبطش في الحته اللي فاتت دي. طب يعني بص عشان بس ايه ما تلخبطش في الحته اللي فاتت دي، انت بعد ما بتجيب ال بعد ما جبت التوزيع عادي قلت من ار ل 1 لار 4 اللي هي الار يبقى 3 متر، وجبت قلت 4 في 5 في المتر يبقى 5 في 3 زائد 1 مثلا، او 4 في المتر اي حاجه يعني. تمام؟ عايز بقى تجيب طول السيخ الار 1 لار 4 هو محيط مختلف، فنجيب ار افريج ب 2.5 واضربه 2 باي ار واقسمه على 4 عشان هو كان هنا الشكل ده بس كان ربع دايره. تمام؟ بس دي لو حاجه دائريه. تمام؟ طبعا بقى اللي انا كنت بقول عليه السيرك انتاج عشان هو كان تقريبا بيلمح للسيرك انتاج. فالطول الدائري مثلا اهو اللي هو السيخ الدائري، انت برضو عدد توزيع انت طول من ار طبعا الابعاد موجوده يعني من ار 1 ل ار 5 مثلا، فهتعرف تجيب مثلا اللي هو بتوزع في 4 متر، فيبقى 5 في 4 اللي هو 5 في المتر زائد 1 بادي، جبت التوزيع طوله برضو انت معاك هو بيتوزع من ار 1 متر ل ار 5 متر، يبقى 1 زائد 5 ب 6 على 2 فيها 3، ودي الار افريج 2 باي ار. خلاص ما فيش ربع دايره هنا، هو سيركل تانك كامل، فمش هتقسم على 4. جبت طوله وجبت عدده تكتبه وتوزعه عادي. السياخ اللي هي كانت راديال اللي هي واحد طويل واحد قصير دي برضه عادي جدا يعني. السيخ ده احنا كنا بنعرف طوله، بنقول طوله بيساوي الار ناقص متر، فاكر؟ اللي هو عشان كنا ما بندخلوش لحد الشبكه، فطوله انت معاك طوله، واقول لك مثلا 2.5 في المتر بيتوزع بقى على الراديال يعني. يعني احنا بنقول 2.5 في كل متر، ف 2.5 دي هنضربها في كام متر؟ في المحيط اللي هو 2 باي ار، برضه 2 باي ار افريج عشان تبقى فاهم، 2 باي ار افريج عشان اجيب زائد 1 متر، يبقى طوله اللي هو احنا كنا الار وده طوله هيبقى ال على الاثنين ار على الاثنين. تمام؟ وهيتوزع برضه نفس التوزيع ده اللي هو 2.5 في باي ار افريج زائد 1. هو طبعا التوزيع هيبقى اجيبه لك يعني. الحيطه وليكن الحيط، بس بقول عشان مش عارف ليه انا شاكك السيركل يعني، بنبقى عاملين سيخ كده وسيخ كده، ده سيخ دائري يبقى عايزين طوله، طوله بيساوي ايه؟ 2 باي ار، طبعا مفيش ار افريج هنا، هو ار بس، ما هي انت عارف الار بتاع السيخ ده قد ايه. يبقى جبت طوله لو طبعا دايره كامله يبقى 2 باي ار، عايز تجيب العدد بتاعه اللي ما احنا مثلا الحته دي برقصيه واقفه، فتمام؟ فيقول لك 5 في المتر، ف 5 في الارتفاع يعني الحته واقفه كده، فهو سيخ سيخ هنا سيخ سيخ ف 5 في الارتفاع، يبقى 5 في اتش زائد 1. طب السيخ الرأسي هتجيب طوله اللي هو اتش، السيخ اللي هو واقف اتش، تمام؟ ده طول. طب عايز تجيب العدد بتاعه برضه 5 في المتر، هو بيتوزع على المحيط، يبقى في 2 باي ار، برضه مش افريج، الار اللي هي لحد السيخ. طبعا السيخ ده بيبقى واحد هنا وواحد هنا، فالمفروض تضرب في 2، بس هنا الار مختلفه ببوينت 3 سم، فممكن ما تفرقش. دي اي حاجه على الدايره. تمام؟ يبقى خدنا بالنا ان اي حاجه فيها مثلا ار لواحد لار لخمسه ما نقعدش نجيب الارين ونحسب لكل سيخ لوحده وكده يعني، مفيش الحوارات دي يعني. وبإذن الله أخيرا في دروس كنت عاجبني. عايز أقول بس شوية الصبح عشان نشرح آخر حاجة دي. آخر حاجة كده كنا بنتكلم عليها. أخيرا بقى كان برضه اللي هي حاجة شبيهة باللي هي لو طول مختلف، كان جايب بلاطة عاملة كده. كاميرا 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 كان بيقول لك البعد ده باين 5
وده 3 وده ارتفاع ده 4، ففي تسليح هنا في الاتجاه بلاطه سوليد سلاب عليه يعني، وده كده وده كده، وبرده في الاتجاه التاني ده كده وده كده. طبعا احنا عارفين ان اي حاجه احنا عايزين لها ايه، الطول والعدد، تمام، عايزين لها ايه الطول والعدد. اي حاجه احنا كنا عايزين ده مين، الطول والعدد، تمام. فسيخ مثلا زي ده عايزين نجيب طوله، هتيجي تجيب طوله وطوله، طب انا هجيب طوله هنا ولا فوق ولا في النص؟ برضه هناخد الافريج، 5 زائد 3 هو طوله يا اما ب 3 يا اما ب 5، فهي 5 زائد 3 8، يبقى انا هاخد طوله ب 4. طب عدده بكام؟ هو هيقول لك مثلا 5 في المتر، يبقى 5 في 4 زائد 1 اللي هي ال 4 دي يعني. بس ده نفس الفكره، ده طوله كام اللي هو احنا جبنا الطول ده زائد بوينت 8 3 دي زائد دي زائد دي، ده اللي احنا عارفينه عادي يعني. طب صيغ زي ده عايزين نجيب طوله، طوله سهل اهو 4، هو في اتجاه الراس في اي حته، اه هيفرق يعني في الحته دي كده هناخده 4 عادي، وناخد توزيعه اللي هو مثلا لو 5 في المتر هنقول 5 في 3 اللي هي الحته دي، 5 في 3 زائد 1 متر بعيد، فصلناها حتتين خلي بالك، والمكسح بتاعه. طب هنا بقى طوله بيتغير يعني، مره ب مره مثلا هو هنا يبقى باربعه، هنا يقل شويه، هنا يقل شويه، مش عارفين كده، فنروح ناخده مثلا ايه، ناخده اربعه لاتنين مثلا. والدكتور قال ممكن تاخده كله باربعه عادي يعني، ممكن برضو تكمل دي باربعه وتاخد ضربه في 5 زائد 3 على 2. يعني ايه برضو؟ معلش يعني ممكن بدل ما انا فصلت الحته اللي هو من هنا، اللي انا فصلت الحته دي كده عن المثلث ده، فالمثلث ده انت ممكن تاخد طوله 4 على 2 وتاخد التوزيع بتاعه اللي هو ال 2 متر بقى، المتر اللي باقي، ومتر يمين يبقى 2 متر. قال لك بقى ممكن تاخده ايه، طوله هو كله مره واحده ب 4 مره واحده، وتروح تضرب في ايه بقى؟ طول التوزيع بتاعه 5 في المسافه دي، الطول ده الافرج اللي هو 5 زائد 3 على 2 في 4. بس ده لو كان الاقوال مختلفه فبتاخد الافرج والحاجات دي يعني. بعد كده شرح كاميرا كاميرا، اهم حاجه في الكاميرا لو ما قالكش في تكسيح ما تعملوش يعني، ما تكسحش من دماغك، تمام، ما تكسحش من دماغك. بعدين كان بيقول حاجه بس انا مش عارف ليها لازم ولا لا، قال لك الكاميرا في الحديد السفلي يعني. لو في زلازل او ما فيش زلازل، لو ذكر كلمه زلازل او لو ما ذكرش يبقى جرافت، لو ذكر زلازل يبقى زلازل وجرافت يعني، الكاميرا مصممه على زلازل او زلازل وجرافت. لو جرافيتي بس فبناخد الحديد ده وليكن دول 8 تسيخ، هو هيقول لك 8 تسيخ في البطن ولا 6 سياخ مثلا، فبناخد التلت والتلتين يعني، ناخد دي 2 وناخد ده 4، ده لو جرافيتي بس. طب لو زلازل وجرافيتي فبناخد الحديد كله نص السياخ والحديد ده نص السياخ، دي كانت حاجه قالها يعني، تمام. يبقى الكاميرا ما نعملش التكسيح الا لو قالوا. كان في ايه تاني؟ ما اعتقدش، مش حاجه تاني، وشكرا لكم وبالتوفيق.